تستمر قصة الحب التي جمعت الممثلين المصريين ليلى مراد وأنور وجدي في جذب القراء والجمهور حتى يومنا هذا، لأنها تعبر عن الواقع المرير الذي يمكن أن تعيشه أي امرأة حين تقع في حب الرجل الخطأ. بالفعل لم يكن أنور وجدي الرجل المناسب ليكون زوجا للنجمة ليلى مراد، رغم أنها أحبته بشدة. عاشت معه تجاربا صعبة ومؤلمة في نفس الوقت، ما جعلها تعاني كثيرا خلال تلك الفترة. كمعظم الثنائيات في الوسط الفني، تعرفت ليلى مراد على زميلها أنور وجدي عام 1947 أثناء تعاونهما في فيلم أنا قلبي دليلي الذي حقق نجاحا كبيرا. يروى أن المشهد الذي أشعل الحب بينهما كان عندما رقصا معا على أغنية أنا قلبي دليلي التي تعتبر أحد أجمل الأغاني في الفيلم، حيث كانت كلماتها من تأليف أبو السعود الإبياري وألحان محمد الأصبجي. رقصة واحدة كانت كفيلة بإشعال الحب بينهما، وسرعان ما تطورت علاقتهما من مجرد زميلين إلى حبيبين، وتقربا بسرعة من بعضهما. أثناء هذه الفترة لفت أنور الأنظار إلى مشاعره تجاه ليلى بمغازلته المستمرة لها وتبادل الأحاديث العاطفية، حتى قررا الارتباط والزواج. بعد تجاوزهما الصعاب والتحديات، استمر حبهما في الازدهار وبناء عائلة سعيدة، وظلت قصة حب ليلى مراد وأنور وجدي قصة رومانسية مشهورة تلهم الكثيرين في عالم الفن والعشق. أصبحت قصة حبهما حديثا للوسط الفني بعد فترة من التعارف والتقارب. أظهر أنور دعما كبيرا لليلى وشجعها في مجال الفن، وهنا أدركت نجمتنا أنه قد يكون الشريك المناسب الذي تبحث عنه. وكان الاهتمام الذي أظهره بها وثقته في قدراتها الفنية هو ما أجبرها على التفكير في إمكانية الارتباط به. كانت تجربة ليلى مراد مع حبيبها السابق مختلفة، حيث إنه رفض الزواج بها إلا إذا اعتزلت الفن والتمثيل. هذا ما رفضته بشدة لأنها كانت تحب عملها وترغب في مواصلته، كما كانت مضطرة لتحمل مسؤولية إعالة إخوتها بسبب الوضع المادي الصعب. لهذا السبب مع أنور وجدت دعما حقيقيا وتفاهما لأحلامها وطموحاتها. وقد جاءت مفاجأة أخرى للجمهور عندما اعتنقت ليلى مراد الدين الإسلامي أثناء زواجها من أنور وجدي عام 1946 في مشيخة الأزهر. ولم تكن هذه المفاجأة هي الوحيدة، بل كانت نجمتنا تعد من الفنانات اللواتي حرصنا على الاستماع إلى دروس الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكانت تستمر في الاستماع لدروسه بانتظام. قصة حب ليلى مراد وأنور وجدي لا تعبر فقط عن العاطفة، بل تعكس أيضا رحلة تحول للفنانة ليلى مراد، حيث أثرت هذه التجربة الشخصية على حياتها، واعتناقها الدين الإسلامي أضاف بعدا آخرا لقصتها الفنية والشخصية. بعد فترة من الزواج بدأت الخلافات تتصاعد بين ليلى مراد وأنور وجدي بسبب غيرته الشديدة عليها. في إحدى المناسبات عرض المنتج أحمد سالم دور بطولة في فيلم جديد من إنتاجه وبطولته أيضا على نجمتنا، وقد وافقت ليلى بسرور على هذا العرض الذي كان مهما ويرضي طموحها الفني. لكن أنور حاول تخريب هذا العرض، واستفز المنتج أحمد سالم بغرض منع ليلى من المشاركة في الفيلم. وعلى الرغم من جهوده في هذا الاتجاه، إلا أن ليلى أصرت على المضي قدما في الفيلم وقبول الدور الذي عرض عليها. بعدما توصلت ليلى وأحمد سالم لاتفاق بشأن الفيلم، قرر أنور مغادرة المنزل الزوجي والابتعاد لأسابيع عنها، وكان يطلب منها التراجع عن الدور وفسخ العقد ليعود. لكن أحمد سالم كان أسرع في التصرف، إذ إنه قام بحملة إعلانية للترويج للفيلم ورفض طلب ليلى بفسخ التعاقد. حاولت ليلى مراد بكل قوتها مواصلة مسيرتها الفنية وتحقيق طموحاتها، وذلك على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي واجهتها مع زوجها الغيور. عاد أنور وجدي إلى المنزل بعد فترة غياب، لكن حياتهما الزوجية لم تعد كما كانت،
بدأ النجم يصطنع مشاكلا بينهما لأي سبب حتى لو كان تافها. ويروي المقربون من ليلى مراد أنها شهدت إحدى المرات موقفا غريبا، حيث استيقظت وهي نائمة على صوت أنور في المطبخ. خرجت لتجد الأطباق تتناثر وهو غاضب، ولما سألته عن سبب غضبه صاح بصوت عال: البيت ما فيهوش كمون يا ست هانم. فعلقت ليلى: وما هي المشكلة؟ نبعت نشتري. لكنه رد قائلا: وإيه يعني؟ طب انت طالق يا ليلى. وهكذا خرجت ليلى من منزلها وغدت مطلقة لأول مرة. وقد أعلن أنور وجدي عن تعاسته معها وأدرك أنه ارتكب خطأ كبيرا بالزواج منها، وقال في تصريحاته أن أكبر خطأ قام به في حياته هو أنه تزوج نجمة مشهورة تعتقد أنها أكثر شهرة منه، مضيفا: تزوجت امرأة عنيدة تعتقد أنها ليست بحاجة إلى أموالي، وكان هناك اختلافات وخلافات بيننا. هذه القصة تكشف عن جانب صعب في حياة الفنانين المشهورين والتحديات التي يواجهونها في حياتهم الزوجية، وكيف يمكن أن تتغير العلاقات بينهما بسبب الضغوط والتوترات التي تحدث في عالم الشهرة والنجومية. مع هذا كله، عاد الثنائي مرة جديدة إلى بعضهما البعض في محاولة لتحسين العلاقة، إلا أن التوترات عادت مجدداً. لكن الحدث الذي أدى إلى انفصال ليلى مراد النهائي عن أنور هو عندما اكتشفت خيانته لها. في التفاصيل، تعرف أنور وجدي على فتاة فرنسية وارتبط بها، وعندما علمت ليلى مراد بالأمر قررت أن تفاجئه في المنزل الذي استأجره للفتاة. عندما رأته معها اقتربت منهما وأصرت على أن تصطحبهما إلى العشاء. تعاملت ليلى مراد ببرود وتحضر شديد وأثارت دهشة أنور والفتاة. بعد ذلك ذهبت ليلى إلى منزلها وحزمت حقائبها، ثم اتجهت إلى غرفة المكتب حيث أمضى أنور وجدي ليلته، وقالت له بثقة واطمئنان: أنا مبسوطة يا أنور إنك سبت الرهان، كل الناس كانوا بيقولوا لي إنك ما بتعرفش تحب غير نفسك، وأنا كنت برد وأقول لا، أنور عنده قلب وبيعرف يحب. ثم إنها أخذت حقيبتها وغادرت المنزل نهائيا، وبهذا انتهت العلاقة بينهما. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.